السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة. البداية بالعناوين. في ذكرى 60 لمجازر 17 أكتوبر، رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة ويقف دقيقة صمت ترحما على أرواحهم الطاهرة بمقام الشهيد. وفي الذكرى وعبر كامل التراب الوطني ولأول مرة بعد ترسيم الوقفة كل سنة من قبل سيد الرئيس، الجزائريون يقفون دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء المجازر البشعة للاستدمار الغاشم في حق الجزائريين العزل في باريس. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون مكافحة المضاربة ومعروض حول تنظيم جامع الجزائر، وكذا الدخول الرسمي في قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني. وفي اليوم الوطني للهجرة، رئيس الجمهورية يؤكد الحرص الشديد على التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة بموضوعية نزيهة بعيدا عن أي تراخ أو تنازل. بداية وأحياء لليوم الوطني للهجرة المخلد لذكرى 60 لمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس، ترحم اليوم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة، حيث كان في استقبال سيد الرئيس بمقام الشهيد رئيس مجلس الأمة صلاح جوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سايد شنقريحة ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجود ووزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيكا وعدد من المجاهدين والأسرة الثورية. رئيس الجمهورية وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري المخلد للشهداء الأبرار وقرأ فاتحة الكتاب على أرواحهم الطاهرة.
بعدها وفي تمام الساعة 11 وقف رئيس الجمهورية رفقة كبار المسؤولين في الدولة دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس. واستجابة لقرار رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون ترسيم دقيقة صمت كل سنة، شهدت ولأول مرة مختلف ولايات الوطن دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس. يترأس اليوم سيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة المضاربة وعروض حول تنظيم جامع الجزائر، وكذا الدخول الرسمي في قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني. وبالعودة إلى إحياء اليوم الوطني للهجرة، كان رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون قد ذكر في رسالة بالمناسبة بالممارسات الاستعمارية الإجرامية المقترفة في حق بنات وأبناء الشعب الجزائري في ذلك اليوم المشؤوم الذي يبقى وصمة عار في تاريخ فرنسا. وليد زروق. مظاهرات 17 أكتوبر 1961 وما تخلف عنها من مجازر شنيعة تعكس الصورة الحقيقية للاستعمار الفرنسي بممارسات إجرامية ضد الشعب الجزائري المكافح وضد الإنسانية. ذاكرة تحتفظ بمآسيها الأمة، وفي الذكرى 60 يقف السيد الرئيس عبد المجيد تبون عند تضحيات الشعب الجزائري الأبي داخل الوطن وخارجه. من خلال رسالته الموجهة للأمة بمناسبة هذه المحطة التاريخية، ليؤكد أن الوفاء لأرواح قوافل شهداء الوطن تجعل من ملفات التاريخ والذاكرة موضوعا لا تراخٍ فيه ولا تنازل، بل يعالج بروح المسؤولية وبموضوعية ونزاهة في منأى عن تأثيرات الأهواء وهيمنة الفكر الاستعماري الذي يسيطر على لوبيات عاجزة عن التحرر من تطرفها المزمن. السيد الرئيس، والذي ارتكز إلى تاريخ يعتز به الشعب الجزائري، أكد أن استكمال المسار واضح بصفة قطعية عبر تلاحم أبناء الوطن بكل العزم للمضي قدما نحو بناء جزائر سيدة قوية ديمقراطية تحصنها مؤسساتها. فكما كان ذلك الارتباط القوي بين أبناء الجالية بالوطن، هو اليوم يتعزز بمواقف وطنية مشرفة عبر الهبات التضامنية في أوقات المحن والشدائد، وهو ما نوه به السيد الرئيس في رسالته التي أكد فيها العناية الخاصة التي يوليها للتكفل الأمثل بكافة انشغالات جاليتنا وحماية مصالحها عبر تطوير أساليب عمل المراكز الدبلوماسية والقنصلية من أجل رفع كل مظاهر الغبن التي يعاني منها المواطنون المقيمون بالخارج. السيد الرئيس، وبالمناسبة، وجه دعوة لكل جزائرية وجزائري للانضمام إلى مسار التأسيس لعهد واعد
لا مكان فيه لزراع اليأس الذين توارثوا تواطؤ العصابة وتآمرها على البلاد. فالجزائر المقدمة بحزم لاستكمال مسيرة الشهداء الأبرار تحتضن اليوم جميع أبنائها من الجالية وتدعوهم للمساهمة في مشروع نهضة الأمة بفتح الأفق أمام عبقرية الأجيال الجديدة في الداخل والخارج. هذا واستحضر صحفي وعمل المؤسسة العمومية لتلفزيون بشاعة مجازر 17 أكتوبر التي ارتكبت في حق المهاجرين الجزائريين بالوقوف دقيقة صمت ترحما على شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961. كما وقف صحفيو وعمال الإذاعة الوطنية دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 المقترفة في حق المهاجرين الجزائريين. المؤسسة الوطنية للإذاعة هي أيضا الذكرى عبر يوم مفتوح يتضمن برامج إذاعية أثرية ومتنوعة. وبمقبرة الشهداء بالكاليتوس بالعاصمة وبحضور السلطات المحلية والعسكرية تم رفع العلم الوطني وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر. وإحياء لذكرى المجيدة أيضا وبالمتحف الوطني للمجاهد نظم الاتحاد الوطني للكفاءات والإطارات بالتنسيق مع كرسي اليونسكو والأمير عبد القادر لحقوق الإنسان ملتقى وطنيا حول أحداث 17 أكتوبر، وهذا بحضور رئيس منظمة أبناء المجاهدين وممثلي مختلف الوزارات والجمعيات والمنظمات وبعض الوجوه الثورية. المتدخلون في الملتقى عرجوا على بشاعة مجازر 17 أكتوبر ودور الجالية الجزائرية بفرنسا وتضحياتها في سبيل استقلال الجزائر. وبدوره نظم المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 نظم ندوة تاريخية حول مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس بحضور أساتذة وباحثين في التاريخ وعدد من أعضاء الأسرة الثورية. المتدخلون أبرزوا جرائم المستعمر الفرنسي منذ أن وطأت أقدامه أرض الجزائر الطاهرة لتكون مجازر 17 أكتوبر 61 900,001 من المحطات الشاهدة على تضحية أفراد جاليتنا بالمهجر أمام وحشية مستعمر غاشم وجريمة دولة مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم. في إطار مهام وحدات حراس السواحل لقيادة القوات البحرية لا سيما الإنسانية منها، تمكنت أمس وحدة بحث وإنقاذ تابعتين للمجموعة الإقليمية لحراس السواحل بالجزائر ومروحية بحث وإنقاذ تابعة للقوات البحرية تمكنت من إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعي وانتشار 4 جثث لمهاجرين آخرين غرقوا إثر انقلاب قاربهم على بعد 16 ميل بحري من مدينة الجزائر. يعكس هذا التدخل الجهود التي تبذلها قواتنا البحرية في إطار تنفيذ مختلف مهامها في عرض البحر وكذا الحفاظ على سلامة مواطنينا. تنمويا الآن، واستفادت ولاية النعامة من عديد المشاريع في مختلف القطاعات على غرار فتح مقطع طريق جديد من شأنه التخفيف من معاناة الفلاحين بالمنطقة. إكرام قاضي. استفادت قرية بلغراد من عدة مشاريع، منها من يخدم قطاع الفلاحة من خلال فتح الطرق التي تؤدي إلى المستثمرات الفلاحية. الشعب كان مغبون،
كان يمشي غير ملابس غير الحجر، ومنين تجنى ودير الحفر ودو تأمر ما وهذاك يحصل. ما والشعب منا ياسر، كاين شعب كاين فلاحة وكاين الموالة وكاين هذاك. أي راه في شحال من عام، راه تقريبا 20 عام هذا الطريق ما نخدمتش، هذا العام راه مخدموها رحمة في الحقيقة للشعب. الحمد لله الطريق زينة، كنا في الشتاء كنا مقبولين، اليوم الحمد لله راه طابي. المشروع نتاع الطريق نتاع الملتقى مشروع مليح، طريق مليحة. كانت الناس أصحاب الفوارم هادو والآخر والبدو رحال هادو كانوا مغبونين. ومن المشاريع المنجزة أيضا لفائدة أبناء المنطقة مطعم استفاد منه تلاميذ مدرسة بن شافع بلال. افتتح المطعم المدرسي باش نزيدو نكملوا الوجبة الساخنة للتلاميذ. مع احنا عندنا يعني القرية التلاميذ من مناطق ريفية يجوا من بعيد، وعندنا عدد التلاميذ 98، والمطعم الطاقة نتاعه 100 وجبة. هي نموذج من 221 مشروعا سطر لفائدة سكان المناطق النائية بولاية النعامة. في مجال التغطية الصحية استفاد المستشفى الجامعي بولاية الصيف من 4 محطات للأكسجين قصد تأمين وإنتاج هذه المادة الحيوية، يقول سعيد بلوميسا. يحظى المستشفى الجامعي سعدنا عبد النور بسطيف بأهمية كبرى في استراتيجية الولاية للتكفل بمرضى كورونا، خاصة إبان الموجة الثالثة وما صاحبها من تزايد في استهلاك مادة الأكسجين، والذي استفاد بما مجموعه 4 محطات إنتاج. وإنما بأربع محطات، منها محطتين دخلتا حيز الخدمة ابتداء من الأسبوع الفارط بعد ما تم اقتنائهما، وعملنا على أننا تم تنصيبهم وتم وضعهم حيز الخدمة بعد إجراء التجارب الأولية. وبغية تأمين والقضاء نهائيا عن مشكلة التزود بمادة الأكسجين الطبي ولائيا وجهويا، تتعزز الولاية بوحدة جديدة لإنتاج هذه المادة الحيوية. هذه إن شاء الله نغطيه الجهة هذه تاع الصيف، ونغطيه حتى الولايات المجاورة مربي إن شاء الله. نديروا 2000 قارورة في النهار تاع 8 متر كيب في اسمها السعة تاعها. كما يتعزز القطاع أيضا بعدة مرافق من شأنها ضمان التكفل الأفضل طبيا وجراحيا. دعا الخبير الاقتصادي الدولي البروفيسور مبارك مالك سراي جميع الفاعلين في القطاع الاقتصادي إلى دعم الإنتاج المحلي نحو التصدير، مبرزا التموقع الاستراتيجي الهام للجزائر حاليا والرصيد الإيجابي لعلاقاتها الخارجية بما يسمح باستغلالها لبعث شراكات واتفاقيات دولية، مشددا على ضرورة التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الإدارية بما يعكس دبلوماسية اقتصادية ناجحة تجسد سياسة الدولة الداعمة للكفاءات الوطنية المنتجة. دوليا في الشأن الصحراوي، جدد الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي استعداد الطرف الصحراوي للتفاوض من أجل التوصل لحل للقضية الصحراوية، مؤكدا أنه وتماشيا مع الوضعية الجديدة لابد أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته الكاملة. غالي شدد على أن الحرب ليست خيارا بالنسبة للشعب الصحراوي الذي لم يعتدي أبدا على جار ولكن فرضت عليه، معتبرا أن انهيار وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020 كان نتيجة منطقية لغطرسة الاحتلال المغربي وتقاعس مجلس الأمن الدولي. إلى عالم الفضاء، حيث أطلقت وكالة الفضاء ناسا أول مهمة من نوعها لدراسة كويكبات تراودة حول كوكب المشتري، وهما مجموعتان كبيرتان من الصخور الفضائية يعتقد العلماء أنهما بقايا مواد أساسية تكونت منها الكواكب في المجموعة الشمسية. وإذا مضت الأمور وفقا للمخطط، فسيظل لوسي في الفضاء في مهمة مدتها 12 عاما لدراسة عدد قياسي من الكويكبات. يأمل العلماء أن يقدم تحليق المسبار لوسي تفسيرات جديدة بشأن كيفية تكوين كواكب المجموعة الشمسية قبل 4.5 مليار عام، وما الذي صاغ
نسقها الحالية. في أخبار الرياضة وكرويا تحديدا، فازت أمس شبيبة الثورة خارج الديار أمام أساك كونكورد الموريتاني بهدفين لهدف واحد، وهذا في مباراة الذهاب للدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية. ولنفس الدور تغلب ممثل الجزائر شبيبة القبائل خارج القواعد أمام الجيش الملكي المغربي بالرباط بهدف دون مقابل. ولحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال الإفريقية، انهزم شباب بلوزداد ضد أسيك ميموزا الإيفواري بأبيجان بثلاثة أهداف لهدف. وفي نفس المنافسة يواجه اليوم وفاق وسطيف بنواكشوط فريق نادي نواديبو الموريتانية. ونختم من ولاية بجاية وبالضبط من رأس كربون الموقع السياحي الذي يطل على ساحل بجاية متفردا بمناظر خلابة جعلته مقصدا للزوار من مختلف أنحاء الوطن. مالك ترحمونا. وسط ديكور طبيعي بالأخضر والأزرق، رأس كربون لوحة بريشة الخالق وتحفة نحتها الإنسان على هذا الشكل. مضرب هذا قديم بزاف وعنده تاريخ، عنده كلش، لازم الناس تحترمه. كاب كربون بكري كان عنده شان، كان عنده اسمه دبر من كربون، من تخرج لزاقوا لتحت توجو سير فروند مار، وهذه ما تلقاهاش غير تلقاها دون اوكي نوتر بي كان جيري. كاب كربون بلاصه باهيه بزاف، بلاصه تاع تحويس، بلاصه تاع هدوء المكان وسحر الطبيعة الخلاب جعل من المنطقة مقصدا للعديد من الزوار من مختلف مناطق الوطن. جينا من سطيف، جينا بجاية ندورو شوية، كاينة بلاصة هادي راها شابة تما، جينا بيان لي لا ناتور شابة، البحر ورانا هنايا، الهواء نقي، راكم تشوفوا كاين شوية لي زانيمو، كاين شوية دا منا حتى ولا حتى. أنا جيت من ولاية برج براريج. لا انا نعيك بفاكونس، هي بلاصه شابه الله يبارك، وانا لا نجوزو في سمانه مده ساعة. اسبوع زورو كاب كربون بجايه وكل الله يبارك باهيه ومناظر الله يبارك ما شاء الله. زياره المكان لن تنتهي بالتاكيد الا بتذكار من لؤلؤه شمال افريقيا بجايه. تذكرون الان بابرز ما جاء في النشره. في الذكرى 60 لمجازر 17 أكتوبر، رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة، ويقف دقيقة صمت ترحما على أرواحهم الطاهرة بمقام الشهيدة. وفي الذكرى وعبر كامل التراب الوطني، ولأول مرة بعد ترسيم الوقفة كل سنة من قبل سيد الرئيس، الجزائريون يقفون دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء المجازر البشعة للاستثمار الغاشم في حق الجزائريين العزل في باريس. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون مكافحة المضاربة وعروض حول تنظيم جامع الجزائر، وكذا دخول رسمي في قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني. وفي اليوم الوطني للهجرة، رئيس الجمهورية يؤكد الحرص الشديد على التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة بموضوعية نزيهة بعيدا عن أي تراخ أو تنازل. أشكر لكم المتابعة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.